نظام سويفت الذي سأل عنه كثير من الصحفيين، وما إذا كان سيكون من الأدوات التي ستستخدمها الدول الغربية للضغط على روسيا. فلا تزال الدول الغربية بالفعل تبحث مقترح إمكانية استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي. في العرض التالي سنتعرف على أبرز ملامح هذا النظام وأهميته الاقتصادية. إذن نظام سويفت المالي نظام يتم استخدامه في عالم المعاملات المالية، ويعمل على الاتصالات المالية ما بين البنوك في جميع أنحاء العالم. سويفت منظمة تأسست في عام 1973 في بروكسل لإنشاء بعض العمليات والمعايير المشتركة للمعاملات المالية. يوفر نظام سويفت المالي شبكة آمنة تسمح لأكثر من 10,000 مؤسسة مالية في 212 دولة مختلفة بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية لبعضها البعض. ويستخدم نظام سويفت المالي من قبل العديد من الشركات مثل وسطاء المال وأنظمة المقايضة، المؤسسات المالية غير المصرفية، وطبعا هذه عمليات مهمة جدا ويعتمد عليها القطاع المالي بأكمله. المهم هنا أن صحيفة لو فيغارو الفرنسية تقول إن هناك نحو 11,000 عضو في نظام سويفت، وبما في ذلك 300 بنك روسي. لكم أن تتخيلوا حجم التأثير على القطاع المصرفي الروسي. وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فصل روسيا عن سويفت كنوع من العقوبات.